يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنشطته ضمن مبادرة كتف في كتف. تأتي حملة إفطار صائم في إطار دور المجتمع المدني القائم على التنسيق مع الحكومة لمد شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. كل يوم بنطلع 1500 وجبة يوميا للأسر المستحقة في القرى الأكثر احتياجا من خلال مساعدة وتفعيل 700 متطوع. كل واحد ليه دور وليه مهام بتاعته بتبقى واضحة وبيبقى مدرب عليها من قبل كده. احنا بنقدم فرصة عظيمة للمتطوعين، بتفيدهم معنويا في حياتهم فيما بعد التخرج. مش بس بنعتمد على الحياة الدراسية والحياة العلمية داخل الجامعات، احنا بنعتمد على ان احنا نقدم كواليتي عالي للمتطوعين من خلال مشاركتهم الفعالة. احنا بننزل نعمل ابحاث للناس المستحقة فعلا، مش بس بنوزع الوجبات كده في الشارع عشان ما توصلش الناس مش مستحقها. احنا بننزل القرى الأكثر احتياجا في المحافظة، بنوزع الوجبات، بندور بدورنا الإنساني والديني.